هاي هاي بونسوار كثير حلو واو تشيرز شرب شريك شرب بكون نشف ريقك من كتر المجاملات والحكي معك حق بنات منهم جاهزين بعد؟ هلا بيجهزوا وبيجوا اوكي هاي اوف هيك سيرين شو طالع حلوة مش معقول رامي مو معقول انت من ايام المدرسة ولساتك مثل ما انت بيعجبوك بنات العيال الهاي كلاس واللي بيحطوا مكياجك على اساس انت مش هيك ذوقك لا ابدا هاي سيرين بونسوار بونسوار سيرين طالعة كثير حلوة شايف الكل هون؟ ايه السنة المدعوين كتار على فكرة بدر هون لازم نسلم عليه مين بدر؟ هلا بدر مش عارفك مش وقت شغل سيرين اسمحي لي بأول رقصة اوكي روحت فرصة الرقص معي ملوكة سارة لسه بأولها رح نرقص كتير We have to engage with the customers حتى الملفات اللي عندي أنا بدي احتفظ فيهم ولازم يكون في عندك نسخة منهم هلأ صار فينا نرقص أنا وأنت ايه يلا شو حلو الرقص معك حاسة حالي خفيفة بين إيديك مثل الريشة لأنك ترقصي منيح كنت أرقص بعليه من قبل ليش وقفت الميوزك؟ ما هلأ بلشنا رقص يلا السهرة لسه بأولها نرقص مرة تانية سما لو سمحتي بدنا من سما ايه كيف علاقتك انت ومالك منيحة يعني مو منيحة كتير بصراحة بس ماني حابة احكي عن هذا الموضوع ليه؟ ما في شي يعني بس انه ماني حابة احكي عنه ما تكون لعبة مدام فريدة عم تقلب جد لا أكيد لا يعني خصوصا إذا عم تسأل أنت من ناحيتي أنا فأبدا أصلا أنا بعرف حدودي كتير منيح بعرف إمتى لازم أوقف كيف يعني؟ يعني أنا ماني غبية بعرف إنه الناس مستويات وإنه كل حدا بيختار اللي بيناسبه طيروا على أشكال يعتقد ما فهمت لمين بقول مين بيناسب مين؟ لا أنا ولا مالك عنا النظرة للعالم بعدين بالنسبة لنا كل العالم مثل بعض ايه بالأخير كل واحد حر بحاله وحر إنه يفكر بهالطريقة أو غيره عادي أنت عن جد ما بتميز بين الناس يعني ما عندك مشكلة ترتبط من وحدة ما أنا من مستواك بلا ميز بس بميز بين المنيح والمش منيح يعني good person و bad person أصلاً أنا بعرف مين قصدك بالبعض بس ما رح نحكي لأنه هي بيصير اسمها نميمة ليكي شو رأيك أعطيكي هنت أول حرف من اسمها ببلش بالسين سيرين طب شو رأيك نروح شوفوني يلا تعال ذوقك حلو أنت تعي تعي يعني صح تعبنا كتير بس جبنا غراض حلوين عن جد حلوين كتير بس أنا بدي أحكي ما بقدر يعني كأنه كتير كتير غالي ولو ما في شيء بيغلى عليك أنت حبيبتي ومرتي بعدين بروح وبشتغل دوامين وبطلع حقهم مازي فهمت عليك قصدك أنه أنا عم أوفر شو بدي أعمل مو بإيدي طالعة لستي إذا أنت هيك ستك كيف يا الله يعيني لسه ما شفتي شكرا لأنه وصلتني ولا يهمك
ماسي هلا بدي اطلع من باب سيارتك لانه طلع منه غريبه عجيبه، كل سيارتك غريبه عجيبه. اذا بدك بغيرها للسيارة. يلا باي باي. انتبه ضحكوا علي بالحارب. باي. سوا بلش تعلق فيك. مايا فوت. شي لازم لك إياه. شو في؟ كان عمرك 18 سنة لما اعترفتي لي بحبك. بوقتها كان لازم أهرب وبعد عنك. أنا كنت صغيرة. ما هي أنت دايما كنت أقوى مني. بتعرفي بالضبط شو بدك. بتعبري عنه وبتدافع عنه. بس هلا لما رجعتي حسيت انه انا كمان كان عندي مشاعر تجاهك، بس كنت خايف عليك. انا هلا صار الوقت دافع عنك. نستاهل الفرصة تاني مع بعض. يا الله هالبدلة شو حلوة. غرت أنا هيك هلأ البنات بدها تصير عليك. ليك أنا ما بتهمني إلا صبية وحدة بس بهالحياة، وبتمنى أنه تضل مغرورة فيي كل العمر. واو 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 واو، شو هاد؟ شو هالبدلة اللي بتطير ضبنات العقل؟ شبك شبك رعبتنا. إجباري بدك ترتعبي من طاقتي ومن هالتي. شو هاد؟ عن جد كتير حلوة. إيه هيك ها؟ البيس وترتب حاجتك شرشحة. يعني أنتي هذا الشاب اللي شايفتيه قدامك حلاوة وعم يلبس وبيترتب، أيام زمان ما بتتخيلي شو كان شرشوحه بلا ذوق، ما بتتخيلي. توطي صوتك. شو هالحكي دالي؟ هو حلو من يوم يومه، بعدين هلا أهم شيء إنه صار أهم بزنس مان بالعالم كله. ما هذا اللي مجنني، ماني فهمان كيف صار أهم بزنس مان بالعالم.